السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو نحاول اوريكم كيفاش ديري شارجيو نود جي اس، حيت ان شاء الله فاش غنساليو من الكور ديال اتش تي ام ال و سي اس اس و ندوزو جافا سكريبت نخدمو حتى نود جي اس كوموند. اول حاجه بعدا من بعد فاش غديري شارجيو نود جي اس وفي الويندوز والماك واللينكس، من بعد ما ديري شارجيو ما فيش بزاف ما يشيخ لكم بزاف ديال السباس. اول حاجه غادي تدخلوا لهنا، غادي تدخلوا للكوموند فوالا، وغادي تكليكي نوض تريبل سيس فيرجن، او كدير بحال هكا كطلع لك فيرسيون تما كتعرف اللي راه فوالا راه ساليتي وراه هذا ديال الفيرسيون اللي عندك وراه انستال. الى ما لقيتي شي مشكل عاود ديزانستالي عاود انستالي وان شاء الله راه غادي يخدم معاك. هادشي اللي كاين. تاني حاجه بغيت نبارطاجيها معاكم هي رود ماب اللي كتبع باش كتدخل لهاد السيت ديال رود ماب دوت اس اتش. هنا كيعطيوك اي دومين بغيتي تتبعو وكيعطيوك رود ماب ديالو. مثلا حنا نشوفو فرونت اند، فوالا فرونت اند كيعطيوك رود ماب داكشي ناضي. كيما كتشوف اول حاجه في الفرونت اند خاصك يعطوك انترنت، هاو داز ذا انترنت ورك، يعني خاصك اول حاجه تشوف هادشي. حتى ما يشاخد لك بزاف د الوقت تعرف شنو هو دي ان اس، يعني اي حاجه خاصه بالانترنت. عاد من بعد كتدوز كتقرا ال اتش ام ال، لارن دي بيزيكس، هادشي كامل كتقراه في ال اتش تي ام ال. هادشي راه كامل غنديرو فلاش يوتيوب ان شاء الله، راه بدينا. تاني حاجة كتقرا سي اس اس، عاد كتشوف جافا سكريبت، خاصك تا هو تكون كتعرف تخدم بالجيت جيت اب. هادشي كامل ان شاء الله راه غادي نحاولو يعني نستعنو بهاد رود ماب، يعني ماغاديش نبقاو ياخ كنخربقو، يعني كندوزو من لونجاج لونجاج نحاولو نخدمو على هاد رود ماب. راه ماشي هادشي كامل كتخدم بيه، يعني راه كتختار انت باش يمكن لك، يعني باش يعني انت باش مرتاح انك تخدم في لي فريم ورك ديالك. دخل لكم الطريقة بي ام فيرجن باي، نشوف واش من فيرسيون عندنا. كما كتشوفوا بالنسبه لهاد الام بي ام هادي، راه فاش كتيليشارجي نوت جي اس راه كتدخل حتى هي اوتوماتيك معاها. نديرو حتى نوت جي اس باش تشوفوا واش عندي حتى نوت جي اس. هاكا كتيستي واش تانستال داكشي مزيان. كما كتشوف بالنسبه للان بي ام ديال فيرسيون 10 2 3، الفيرسيون ديال نوت جي اس 20.10.0. كما كتشوف ديال الان بي ام، عندك الان بي ام هنا. هادشي اللي كاين، ونتلاقاو فيديو جديد. تهلاو.